طيب ماذا عن اتهامك أنك سرقت الكليب من ماد ماكس فيوري من هذا الفيلم؟ في فرق بين سرقة وإنسبريشن. احنا فعلا المخرج قال لي يعني we got a nice inspiration. الساوند تبع الغنية فيها شوية روك اند رول، فيها جيتار، فيها يعني فينا نحط هالفكرة. انا I didn't mind لانه عادي الواحد ياخذ، مش يسرق فكره يعني، ياخذ روح او شيء ويستفيد منها. عادي عادي جدا. يعني انت كنت على علم، شفت انت الفيلم يس يا وقبل التصوير؟ اوف كورس.